يعود جدل قانون التجنيد إلى واجهة المشاكل التي تتفاقم على حكومة بنيامين نتنياهو من جديد، بعد سعي حكومته اليمينية إلى إقرار مشروع قانون يستثني اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد من مدة الخدمة في الجيش. مشروع القانون الذي سيطرح على الكنيسة الإسرائيلي للتصديق عليه يأتي مع نهاية سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود المتدينين الحريديم الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل تفرغهم لدراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية، وهو أمر لطالما أثار الجدل في الشارع الإسرائيلي الذي يعيش حالة من الترقب مع تصاعد الأصوات الرافضة لتمرير القانون من المعارضة ومن بعض وزراء حكومة نتنياهو نفسها، وارتباك المشهد أكثر مع تحذير الحاخام الأكبر لليهود السيفرديم في إسرائيل من أنه في حال أجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعاً إلى الخارج. داخل الحكومة، وزير الدفاع يوآف جالانت تنصل من مشروع القانون وقال إنه لن يدعمه بسبب عدم حصوله على الإجماع، فيما هدد الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس بالانسحاب حال إقرار قانون التجنيد بصيغته الحالية، معتبراً أنه يضر بوحدة وأمن الدولة بشكل عام وفي زمن الحرب بشكل خاص. أما عن المعارضة الإسرائيلية فيرى زعيمها يائير لبيد أن مشروع قانون التجنيد هو وجه لأفضع حكومة في تاريخ إسرائيل، داعياً إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم. ويجد نتنياهو نفسه أمام خطر حقيقي يهدد بتفكك ائتلافه الحكومي بسبب تحريك مشروع القانون الذي دأبت الحكومات المتعاقبة على تأجيله لضمان استمرار دعم الأحزاب الدينية لها وتجنب إسقاطها والخروج من الملف الذي لا طالما كان شائكاً في المجتمع الإسرائيلي بأقل الأضرار ودون التوجه إلى انتخابات مبكرة قد تنهي حكومته. محمد جريمة، تيريتي عربي.